أنا حاليا معتقل إني بالسجن المحلي هيئة كبيتونات. تعتقلت في واحد السياق يعني ربما يعلمه الجميع في المغرب، هو السياق ديال يعني المؤامرة ديال 24 أبريل 2014 بدار مهرس بيفاس. أنا طالب جامعي، كنت مناضل ديال داخل الساحة الجامعية، الكل يعلم هذا الشيء. هذا المهم الأسئلة باختصار شديد، أنا السياق الاعتقال جا في هذا الاتجاه هذا. تعتقلنا رفقة مجموعة من الرفاق ديالي بما فيهم واحد الأخ ديالي مصطفى من داخل السجن. يعني الكل يعلم التجربه ديالنا، مثلا كان معنا يعني رفيق اخر هو شهيد مصطفى المزياني الله يرحمه في هذا النهار، مثلا مات بإضراب عن الطعام. هذه معطيات يعني معلومه عند الراي العام، يعني ما هو مثلا يعني يعني من داخل السجن التجربه ديالنا. يعني انا في الاول تحكم على 111 سنه مجموع. انا يعني كان عندي 15 في حكم استئناف، ولات عندي 10 رفقتها يعني أربعة الرفاق آخرين، يعني ثلاثة الرفاق آخرين، جوج الرفاق آخرين ديالي معي في الملف عندهم 15 موزع مجموعة من السجون في المغرب، تونات، تازة، فاس، مكناس، سونطخل دابا حاليا السجن المركزي بقنيطرة. يعني هاد التجربة هادي المغرب راه كيعرفوا هاد الأشخاص، ماشي ناس مجهولين أولا نكير، بقدر ما هما ناس عندهم واحد يعني واحد المكان في الوسط الجامعي، في الوسط يعني في مدينة فاس بالخصوص مع المستوى الوطني. قلت يعني حنا مناضي ولاد الشعب بصراحة كنطلب بحقوق عادية يعني كباقي المغاربة. مثلا أكيد الظروف تحسن من الداخل والسجون الخارج، كاين فرق، هناك فرق ما بين الداخل والخارج. الداخل راه أكون محروم من الأساتذة، محروم من ديك التواصل، محروم من المحاضرة من داخل زونفي داخل المدرجات، يعني هذه كلها مثلا امتيازات بالنسبة للطالب خارج السجن. أما من داخل السجن كيولي أوتو فورماسيون، يعني يولي ديك التكوين الذاتي، يعني الاعتماد على الذات، يعني كيكون واحد الاعتماد على الذات. عندنا المصادر مثلا المعرفة كتكون محدودة، فقط الكتب هذه اللي محروم مثلا من الإنترنت. هنا في السجن ما دخلش ما كاينش انترنت، يعني الاعتماد على الكتب، الاعتماد مثلا على المجلات او الجرائد اللي تدخلوا، الاعتماد مثلا على يعني على الذاكره ديالك، على القوه ديالك الشخصيه الذاتيه ديالك. غتشتغل وغتخدم وغتقرا مثلا راسك، غتقرا وغتبذل المجهود. حنا يعني توفقنا جميع صراحه، توفقنا مجموعه الرفاق كاملين توفقوا في هذا المسار هذا، قدموا واحد المسار متقدم مشرف على المستوى الوطني، ماشي فقط يعني على المستوى الوطني، جميع السجون اللي كيتوجد فيها الاصدقاء ديالي والرفاق ديالي كلهم متميزين حاصل على الماستر. وفيهم جوج دابا الرفاق فيهم الدكتوراه، انا ورفيقيني او كاين توجد حاليا بفاس. الامتحانات كيكون حضور الاساتذه، نفس الامتحان اللي كيدوز برا كيدوز لداخل، نفس الامتحان غير تما برا كيقراو مع الاستاذ ديجا في بريب المحاضره الاستاذ كيكون داك الحضور اليومي. حنا من داخل السجن ما عندناش داك الحضور، حنا كيوصلنا محاضرات الاساتذه اما عن طريق يعني الزملاء ديالنا يعني الطلبه اللي كنعرفوا او طريق الاشراف الاجتماعي من داخل السجون. كتوصل هذه العمليه هذه كنقراو راسنا، كتبريباري راسك، كتوجد ليزيكزامان. ملي كيجي الوقت ديال لاضات ديال هكا ديزيكزامان كنمشيو ندوزو الامتحان. كيجي الاستاذ من برا يعني من خارج السجن الى جانب موظف من داخل السجن او المشرف الاجتماعي، وكيتم الحراسه. كيتم الحراسه يعني نفس التوقيت ديال الامتحان اللي كيتلونصا في السجن هو اللي كيتلونصا برا نفس التوقيت. دابا حاليا باقي لي مثلا باقي 3 سنين ودابا مسجل السنه الاولى دكتوراه. يعني كنتمنى ستوتنوس برا، يعني الدكتوراه مينيموم فيها 3 زون، يعني كنتمنى يكون ستوتنوس يعني برا، يعني ولما لا في اقرب وقت. علاش حنا ما حقنا مثلا الحريه ليا ولا جميع الاصدقاء ديالي، فهمتيني؟ لان حتى الظروف ديالنا كاملين جميع الظروف ديال الطلبه هذه واحد الاشاره مهمه، ظروف يعني اجتماعيه، كاين ولاد الفقراء ولاد الفلاحين ولاد الشعب جايين من الباديه جايين من الاحياء الشعبيه، فهمتيني؟ كنا تقريبا هذه واحد الملاحظه اساسيه نضيفها، لان كنا راه كاينه شخصيه مثلا با مات لي العام اللي فات، راه كاين اصدقاء خرين نفس الديكور، تلقى اللي مثل باه اللي خلتو اللي واحد من الافراد ديالي عانينا صراحه في التجربه هذه، فهمتي؟ وقريت متشبتين بها. ما بعد السجن يعني سنواصل العمل اللي بديناه، سنواصله باطار يعني في بواحد الجهد، بواحد نقولوا واحد الاجتهاد. لاصو كل واحد في التخصص ديالو، ممكن واحد شو واحد شنو غيخرج يدير برا، ولكن الاساسي ان الفكره اللي جمعتنا غنتواصلوا موحدين عليها، فهمتي؟ هي فكره يعني خدمة هاد الشعب في آخر المطاف باختصار شديد، كل واحد من موقعه، غنخدموا بلادنا وشعبنا ووطننا، كل واحد من الموقع ديالو، كل واحد في البوست اللي غيتحط فيه، سواء كان عامل، سواء كان أستاذ، سواء كان فلاح، سواء كان نامبورت. المهم الخدمة اللي غتخدمها، فهمتيني؟ كل خدمة والهدف ديالك هو خدمة هاد الشعب بواحد الحس ديال المسؤولية، بواحد المصداقية، هذا هو الهدف ديالنا في آخر المطاف.